دلوقتي هنروح لدينا عشان تطمننا على حالة الطقس بالتفصيل ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة. اتفضلي دي. بشكرك يا محمد. بالفعل تعالوا يعني نشرح لحضراتكم النشره الجويه دلوقتي بالتفصيل. وتتوقع هيئه الارصاد الجويه ان النهارده هيكون في ارتفاع في درجات الحراره، وهيسود الطقس الدافئ في النهار على القاهره الكبرى وعلى الوجه البحري، معتدل على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء، لكن هيكون مائل للحراره على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد. هيكون شديد البرودة بالليل على كافة الأنحاء. خلونا نطمن على حالة الجو من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بكافة. بعد ما عشنا الأسبوع اللي فات كان برد شديد جدا، مع أن احنا كنا بدأنا فصل الربيع، لكن نفسنا نشوف جو ربيعي ومعتدل ودافئ. هل ممكن الطقس يرجع يبرد مرة تانية، ولا الأيام اللي جاية هتشهد ارتفاع في درجات الحرارة؟ لا، هو احنا الحمد لله على مدار هذا الاسبوع هنشهد ارتفاعات في درجات الحراره. يمكن احنا بدانا في السبت الماضي ارتفاع في درجات الحراره، ارتفاع ده تدريجي يعني بحوالي 3 درجات عن القيم اللي كنا بنسجلها الاسبوع الماضي. سجلنا بالامس عظمى على القاهره الكبرى 23 درجه مئويه. الكتل الهوائيه اللي بتاثر على جمهوريه مصر العربيه اصبحت كتل هوائيه جنوبيه شرقيه قادمه من على صحراء شبه الجزيره العربيه، بالاضافه كمان لوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على صفاء الاجواء خلال فتره النهار وزياده فترات سطوع اشعه الشمس. بالفعل الطقس خلال فتره النهار بيكون دافي على السواحل الشماليه للبلاد، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، بيكون مائل للحراره على محافظات شمال الصعيد، حر على محافظات جنوب الصعيد طبعا خلال فتره النهار ومع سطوع اشعه الشمس. لكن فور غياب اشعه الشمس بالفعل درجات الحراره تنخفض بشكل ملحوظ، والطقس ما زال شديد البروده وخاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر على كافه انحاء الجمهوريه، وده متوقع ليستمر معانا على مدار هذا الاسبوع، يمكن كمان مع نهايات الاسبوع القادم الخميس والجمعه ويمكن كمان السبت المقبل نشهد ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره. يعني احنا متوقع مع نهايه الاسبوع العظمى على القاهره الكبرى توصل خلال فتره النهار توصل ل 34 درجه مئويه على القاهره الكبرى. الطقس خلال فتره النهار حار، الصغرى خلال فترات الليل بتتراوح ما بين ال 14 وال 16 درجه مئويه، طقس بارد في اول ساعات الليل. ناس كتير متخوفه كمان ان اول ايام شهر رمضان هيكون درجه الحراره زي ما حضرتك بتقولي هتوصل ل 35، لكن هل بالفعل عشان نسبه الرطوبه في الوقت ده مش هتكون عاليه فمش هنحس بحراره الجو او مش هنحس بالعطش اثناء ساعات الصيام بالشكل الكبير؟ بالفعل يمكن احنا ان شاء الله مع بدايات شهر رمضان العظمى على القاهره الكبرى متوقع تكون 34 درجه مئويه، بالفعل في ارتفاعات في درجات الحراره، لكن نسب الرطوبه في الكتل الهوائيه منخفضه لان الكتل الهوائيه كلها قادمه من على الصحراء، فالاحساس بدرجات الحراره مش هيكون زي فصل الصيف تماما. يعني احنا لو ما تعرضناش مباشره لاشعه الشمس او كنا في اماكن كلها ظل ان شاء الله درجات الحراره مش هيكون فيها احساس عالي في ارتفاعات درجات الحراره. بالاضافه كمان الظاهره الجويه اللي هتبقى مؤثره معانا خلال هذه الايام هي وجود الشبوره المائيه اللي بالفعل تكونت اليوم على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي شبوره مائيه خفيفه بتتلاشى فور سطوع اشعه الشمس وما بتاثرش على حركه المرور. النصيحه المهمه والاساسيه دلوقتي ما نخففش ملابسنا او نغتر بارتفاعات درجات الحراره خلال فتره النهار، لان مع دخول ساعات الليل ما زالت درجات الحراره منخفضه. الفرق كبير بين درجه الحراره العظمى والصغرى بيوصل لاكثر من 10 درجات علشان ما نتعرضش لادوار البرد، خصوصا ان احنا داخلين على شهر رمضان الكريم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. تعالوا بقى دلوقتي نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 23 والصغرى 12، اسكندريه 21 12، مطروح 19 12، سيوه 24 9، بورسعيد 20 13، دمياط 18 11، الاسماعيليه 23 11، السويس 22 11، العريش 20 10، طابا 21 13، كاترين 16 4، شرم الشيخ 26 15، الغردقه 26 14، الفيوم 24 10، بني سويف 25 9، المنيا 26 9،
أسيوط 26/9، سوهاج 27/9، قنا 29/10، الأقصر 32/11، أسوان 33/12، الوادي الجديد 32/11، شلاتين 32/12، وأخيرا حلايب 30/13. طمنا حضراتكم على حالة الجو، يا ريت ما نخففش الملابس خاصة في الساعات المتأخرة من الليل. هرجع مرة تانية لبسنت ومحمد علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.